بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، رواه البخاري. ولذلك اتفق جمهور أهل العلم على أن الطهارة شرط أساسي لصحة الصلاة، فيجب على المسلم أن يتأكد من طهارة ثوبه وبدنه من النجاسات قبل شروعه في الصلاة، فإذا أحدث حدث أصغر من بول أو غائط لزمه الاستنجاء، وهو غسل السبيلين بالماء أو بمسح بمنديل، والماء أفضل. ولا يلزم الاستنجاء عند خروج الريح. وكيفية الوضوء الصحيح كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نأخذ الآن خطوات الوضوء كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فأولا استحضار النية، والنية محلها القلب كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قول بسم الله، ثم نبدأ غسل اليدين إلى الرزغين 3 مرات مع تخليل الأصابع، ثم أخذ الماء 3 مرات، ثم استنشاق الماء 3 مرات في الأنف، ثم استخراجه أو استنثاره من يد أخرى. ثم بعد ذلك غسل الوجه، ويبدأ من منبت الشعر إلى الذقن، من الأذن إلى الأذن. وإن كان في الوجه لحية أو شعر فلا بد من تخليل هذا الشعر. ثم بعد ذلك نأخذ الماء من بداية اليد إلى المرفق 3 مرات، ثم يد اليسرى من بداية الإصبع إلى المرفق، ثم بعد ذلك نأخذ الأيدي المبللة ونمسح به الرأس من بداية الرأس إلى القفاء، ثم نرجع مرة أخرى هكذا وهكذا، ونأخذ الماء مرة أخرى بالأيدي المبلولة، ثم نمسح به الأذنين هكذا، وندخل السبابة في خرق إذنين ومن الإبهام الأذنين الخارجيين. بعد ذلك غسل الرجلين إلى الكعبين 3 مرات، ونبدأ باليمين، وتخليل الأصابع عند الغسل، ثم بعد ذلك الرجل أو القدم الآخر، أيضا تخليل الأصابع ثم إلى الكعبين. وعند فراغ من الوضوء يسن أن يقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.